اتفضلوا. منى هالموضوع ما سكرناه وخلاص؟ انا اسفه بس ما عم تروح من بالي. ما بدنا نخلص. انا شو قلت لك يا منى؟ غلطه واضطريت اكشف كل شيء مشان ما يفوت انور على السجن ويتبهدل. هدى غلطه وشهرزاد غلطه. هالاغلاط لوين بدها توصلنا كرام؟ وشهرزاد شو لها علاقه بالموضوع؟ حدا يرد علي. شهرزاد شو لها علاقه؟ نحن عرفنا كل شيء يا كرم. شو عرفتوا؟ انت اعطيت شهرزاد 150 الف دولار عشان عمليه ابنها. بس انا وحياتك سامحتك، يعني شهرزاد كان لازم تساوي هيك مشان تعالج ابنك. عيب يا منى، عيب عليكي. انت رفيقه انت، يا عيب الشوم عليكي. ما خجلتي وانت هيك عم تحكي عن رفيقه امرك؟ وانت ما خجلت من حالك وانت عم تستغل هالمره المعتره المسكينه اللي بدها بس تنقذ ابنها؟ انت مفكره اني انا كنت على العلاقه مع شهرزاد؟ لا تنكر، ما في لزوم لللف والدوران. مو انا يا منى. منى مو أنا، أنور. جبرتيني إني أقول هالسر مشان بري حالي قدامك. هلا فيكي تفرحي وتنبسطي. حطيتي رفيقتك بهالموقف وحطيتيني إلي كمان. كرم كل قصدي يا الله شو اللي بيصير معنا؟ هاتوا لشوف أي نوع من الأغذية اللي كتبت على اللوح ما بنحصل عليها من الحيوانات. شاي، زبدة، جبنة ولا البيض؟ قلي مرجان. شاي. برأيك الشاي هو الجواب الصحيح يا كنان؟ كنان؟ ما بعرف شو هو. ايه مرجان، برافو، الجواب هو الشاي. على مهلكم انتو طالعين. على مهلكم. كنان؟ اجيت اخذك. انا جوعان. مرحبا شهرزاد خانو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيفك؟ منيحة، وانت؟ الحمد لله. حبيبي استناني عند الباب، هلا بيجي. كيف وضعه؟ تعوض على الصف؟ لا ما تعوض، شغلي مانا بهالسهولة، يعني مدرسة جديدة، رفقات جدد، طبيعي انه ما يتعوض فورا. ساوى شي سيء؟ لا، يعني ما في شي معين، بس ما عم بيشارك بالدرس، وحتى ما عم يلعب مع رفقاته، بالفرصة بتلاقيه قاعد صافن لحاله. طيب شو بتنصحيني ساوي؟ ولا شي، شوي شوي بتعوض. بس أنا حبيت حطك بصورة مشكلته لابني. شكرا لك. هذا واجبي. الله معك. What is this? Rabbit. مو هيك. This is a rabbit. هيك. تمام؟ وهي what is this? This is an apple. برافو. شو حبيبتي بشو صفنتي؟ كنان ما كان يعرف يحفظ هدول، كان على طول يغلط ويقول عن التفاحة بردقانة. أنا اشتقت له كتير لكنان. وأنا بس رح نصبر شوي. طيب إمتى رح يرجع؟ بردقانة شو اسمها بالإنجليزي؟ أنور بيك، في عندك ضيفة بالمكتب. شو كرهانة حالي؟
أنا ما بستاهل إني أعيش. أنا ليش سويت هيك بشهرزاد؟ بكفي، كلنا غلطنا. هي كانت رفيقتي الوحيدة، ما ضل لي حدا. وأنور كان رفيقي الوحيد وهلأ خسرته نهائيا. أكيد ما عاد يطلع بوشي. شهرزاد رح تعمل نفس الشي معي. أنا خجلانة كثير من حالي لأني شكيت فيك، بس أنا الإنسان بس يحس إنه ممكن يخسر شخص عزيز كثير على قلبه ما بيعود بيفكر بشكل مظبوط. تتذكري لما أبي كان يروح لعند هديك المرأة كانت أمي تحبس حالة بالغرفة وأنا كنت إجي لعندكم وقتها بتكوني عم طعمي كرم شي أكلة أو بتكوني عم طعمي مالك وكنت تطعميني. وقتها كنت غار من كرم، كنت أقول يا ريت نوال خانو بتكون هي أمي لأني كنت حبك كتير. بس أنت هلأ شكيتي فيني، مجرد تفكيرك بهذا الشيء كان صدمة كبيرة لإلي، حتى أنك ما اكتفيتي بالشك، فوق هاد خبرتي الشرطة واتهمتيني. أنور عمري لا تزود علي كتير، والله أنا مقهورة من عملتي. بترجاك سامحني على اللي عملته فيك. للأسف اعتذارك هاد إجا متأخر وما عاد يهمني، وهلأ أنت ضيفي غير مرحب فيها ببيتي وأنت السبب. طمنيني وضعه صار أحسن؟ يعني منقول إن شاء الله. طيب إذا صار أحسن أنت ليش زعلاني؟ شو قصتك؟ شوية مشاكل مو أكتر، بس إن شاء الله بتنحل. شو في عندك اليوم المساء؟ ليش؟ خلينا نطلع نتسلى. اليوم مضغوط شوي ما بقدر. عن جد من شان الله وليد، خلينا نطلع على شي محل نتعشى سوا، شو رأيك؟ مرحبا. أهلين، كيفك؟ هلأ صرت منيحة. تشربي شي؟ شو ما بدك، شربني على ذوقك. رح شربك مبيت. كيفك منك؟ منيحة. وليد ممكن تعطيني كاس فودكا؟ خليها دبل. اطلب لك شي معي؟ شكرا ما بدي شي، اصلا انا كنت طالعة. اكتبي يا بنتي دعوة طلاق الست شهرزاد أقصال من السيد أنور أقصال. افتتحت الجلسة باليوم والساعة والتاريخ المحدد وبالقاعة المخصصة. ايه استاذ. عن اذنك. شو صار معك؟ فهمت. مفهوم. شكرا كثير لك. الله معك. شكرا.
استاذ ناجي، اذا بتسمح لي في مجال امشي؟ طبعا. يعطيك العافيه. عندما كنت غصنا أخضر كانت الطيور تحط علي لتحفظني أغاني العشق الجميلة وتقول لي يا وردة خذي صوتنا صوت العشق الساحر لسلطانك. وعندما أسدل الليل ستائره السوداء الحالكة كان لساني يرتجف وأنا أردد الأغاني لسلطانك. ذلك المسكين البائس كان يستيقظ كل صباح في ظل قصر نسجته أحلامه المخملية، أما أنا كل صباح أفتح عيني على بؤس أكثر من الصباحات التي مضت، وأتخبط كطير خاوي اليدين مهزوما محطم الفؤاد. يا حظي يا من حولتني إلى غصن يابس، ذبلت وردة العشق التي لم تتفتح، والآن بعد أن حطت على أغصاني طيور الشؤم بدأت أحفظ أغاني البؤس السوداء. أيها الحظ العاثر، يا من جعلتني أسبح في بحر الفراق المر وأسقطتني في ظلال الأزقة العتيقة المظلمة، الجمال الوحيد الذي ستراه عيوني بعد الآن هو جمال البؤس، والذي هو أكثر سوادا من شعر أميرتي شهرزاد. نعمت، حطي الشاي على النار. يا ربي أنا منين طلع هالدبان وهالبرغاش؟ كش 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 كش. أي دبان؟ ليش وين الدبان يا ناهدة؟ ما نكون شايفينهم؟ ليكن معبين الصالون؟ فتون وين أميرة؟ ناديلة بدي ورجيكن شغلي بتجني. أمي بابا تعوا معي. خير يا كمال؟ شوفي يلا تعوا يلا يلا. كنان يلا اكتب. جدك أعطاك 50 ليرة، اشتريت ب10 ليرات بندق وب7 ليرات لوز. بس أنا ما بحب البندق. طيب ماشي، أنت عم تكتب وراي ولا لا؟ بلا عم بكتب. واشتريت قلم ب5 ليرات، كم ليرة بقي معك؟ كم ليرة اشتريت لوز؟ ب7. ضل معي 20 ليرة. لا حبيبي غلط. ألو بابا هذا أنت؟ كنان قوم حبيبي. ألو شهرزاد. ألو حبيبي خلص. ألو. خلص أرجيني لشوف. ما فيك شي حبيبي، ما فيك شي، يلا امشي نروح على المستشفى. ألو ما شاء الله شو حلوة. شو هاد يا شو هاد؟ ابنك كمان شو عم يساوي من ورا ظهري؟ شو عم بيساوي يا برهان؟ يعني عامل لمرته مفاجأة. شو فيها؟ يا ناهدة، انت بتعرفي قديش هالمفاجأة مكلفته؟ شو بيعرفني؟ بتسوى لشي 500 أو 600 ألف ليرة. مين اللي قالك انه 500 ألف؟ بتساوي لها شي 2 مليون. لكن والله ما أنا مصدقة. ليش بابا؟ هلأ عن جد بابا أنت اشتريت هالسيارة لماما؟ ايه حبيبتي، أمك سهرت وتعبت كتير من شانكن ومن شاني، وشو ما سوينا لها بيكون قليل عليها. بس هي ما بتعرفتو. ايه بتعلم. ايه بسيطة، بتسجل دورة وبشهر زمان بتتعلم نسواها، وأنا كمان بدربها. أكيد كمال. نعم. حلوة هالسيارة. أبوك ما عارف. يا الله، أنا اشتريتها بالمصاري اللي اشتغلت فيهم، شو المشكلة؟ ايه يعني من مصاريك. لك قولي ما شاء الله، والله يرزقنا كمان وكمان يا فتون. خزيت العين من عيني. الله يرزقك.
تفضل. لا تؤخذني، بيتي مكركب شوي. ولا يهمك حبيبي. عم توجعك؟ روح البس بيجامتك. دير بالك على حالك. أستاذ ناجي، لا تواخذنا على الزبناك. بتشكرك مرة تانية. شو هالحكي شهرزاد؟ أنا شو عملت؟ شو ما بدك تقعد؟ بتمنى بس لازم أرجع المكتب مشان مشروع الدوبليكس لسه ما خلص. طيب بس كأني سمعت كنان عم بيقول بابا على التليفون. أي صح، فكر إنه أبوه عم يحكي معه. كان يحبه كتير؟ أي كان يحبه وكان بده يحكي معه. ورقمه محيتي؟ لا، مشان ما يتصل في كنان حطيته باسم تاني. وعم تحكي معه؟ ايه. ماشي، يمكن معك حق، ما بعرف. يلا تأخرت، بتمنى له السلامة. شكرا لك استاذ ناجي، عن جد شكرا كتير. لا تقولي هيك، تصبحي على خير. وانت من اهله. يلا حبيبتي، يلا يلا. والله ما انك هين ابدا، على اساس اشتريتها بالمصاري اللي ربحتها بالشغل. ها، لو قلت انك ربحتهم بالقمار كان عمو برهان يا قتلك او طردك من البيت. معقوله يا هاني؟ بابا ما بينقل له هيك شيء. ايه معك حق. بكرة الصبح بدنا نروح على الدكتور. ليش لا نروح؟ أنا ما فيني شي. معلش منطمن عليكي. نروح على عند الدكتور، أنا كتير بكرهها. لا بدنا نروح، وما بدي أسمع منك أي اعتراض. لا ما رح روح لأي مكان، ما بدي أتسطح بهداك التابوت وكأني ميتة. ها، ما بدك يعني يزورك؟ حبيبتي تعي لعندي. شو راحوا؟ ايه راحوا، ما شاء الله عليهم، صار لهم كام يوم جايتهم الهمه. الظاهر ربح المصاري بشجعهم على الشغل. بدنا نشوف من وين مصدر هالمصاري. معقول الربح سهل هالقد؟ انا فنيت عمري كله لحتى قدرت اجمع هالكم ليره. حكيك صاير بسد النفس يا برهان. طيب خلي هالبنت فرحانه لانه جوزها اشترى لها السياره. اذا الولد ما اشتغل من لومه، اذا كمان اشتغل من لومه. يعني انت ايش ايه شو باكي؟ انت شو اسمك؟ لا لا هيدا. سلام يا كرم بيك. الحمد لله على سلام. الحمد لله على سلام يا كرم بيك. شكرا. ماشي، بعطيهم عشون مالية مشان يرشفوهم. ماشي يا بيك.
صباح الخير. صباح النور كرم بيك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ممكن احكي معك شوي؟ تفضل. الحمد لله على السلامة. شكرا. أنور أنا بعتذر عن كل شيء صار. بعرف أنك كتير زعلان. كرم لو سمحت خلينا نختصر هاي المقدمات وفوت بالموضوع دغري. تمام خلينا نختصر. أنت احكي. لو ما حكيت إنه هدى هي اللي قوصت عليك كنت رحت فيها. شكرا لأنك حكيت. ما في داعي تشكرني، أنا ما قلت غير الحقيقة. أوقات صعب نقول الحقيقة. أنت حكيت ونزعت علاقتك مع منى. يلي انتزع هو علاقتي معك والباقي ما بيهمني بنوب. مزبوط انتزعت، دمرت صداقتنا بعد كل هالسنين حتى ما بقى تتصلح أبدا. بعرف هالشي مع الأسف. خلصت كلامك؟ منيح. أصبح لا أحكي أنا. شهرزاد وينها هلا؟ أنا وشهرزاد اتطلقنا يا كرم. ما عم شوفها ولا رح شوفها. ما بعرف شو بدي أقولك. كله مني. قلت للشرطة لا تضيعوا وقتكم وتدوروا على هدى. ما بدي إياها تنمسك. هدى قوصت عليك ولازم تتعاقب. إذا انمسكت رح تقول كل شيء وشهرزاد مو ناقصة أبدا. الشرطة ما رح ترد عليك ورح تضل وراها لتمسكها. إيه لو إني مخلي الشرطة تشتغل على راحتها كانت هلأ ممسوكة. اسكتي بقى طوشي لي راسي. اسكتي. أنا بعرف إنك مانك حابب تشوفني. خلاص مثل ما بدك. ما رح تشوفني. ما قلت إنه يا أنا بروح يا أنت. أنا رايح. لم يتم حتى الآن العثور على الأشخاص الذين اعتدوا على كرم أنجي أوغلو أحد أصحاب أكبر شركات الإعمار، وقد أكد كرم أنجي أوغلو على أنه يعرف هوية الأشخاص الذين أطلقوا النار عليه موجها التهمة إلى الشركات المنافسة. أنت شلون لساتك عايش؟ طيب كيف ما اعترفت علي؟ أكيد ما قدر يواجه مرته بالحقيقة. خلاص 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 بقى. شبك كأنه أنا أجيت على الدنيا عشان ربي أولاد. اسكتي. لما بلشنا بالمشروع وأنا هلكت لشهرزاد بالحفلة. أوه إذا كنت مصر تعملنا حفلة ناجي بيك أكيد ما رح نقلك لا. لازم نعمل حفلة مشان ما تقول عندي كذاب. وأنا كمان ما كنت مصدق. ما زال رح نحتفل. روح جيب شوية شغلة. لك أنت ما صدقت. مفاجأة. إيه لكن شو هاد؟ شو محضرين كل شيء؟ كنان شلون صار؟ منيح الحمد لله. شكرا لك.
طمني شو طلع معك بالتحاليل يا دكتور؟ التحاليل كويسه. ما قلت لكم ما فيني شيء بنوب. ايه بس لازم نعمل صوره طبقي محوري. هلا قلت انه ما فيني شيء، ليش لنعمل هالصوره؟ يعني شرط؟ ايه شرط. بس يا برهان ناهي دخانه، لازم نعمل لك الصوره مشان نطمن عليك اكثر. ما بدي. بكفي بقى يا ناهده، مو قد دلالك. هلا اليوم رح نصور لك دماغك، يعني رح نصور لك اياها. ما شاء الله عليك، طلعتي شوفيره وما ندر يعني. اي والله يعني بدبر اموري. اي كيف لك؟ يي فتون. نعم. حددت موعد كتب الكتاب. عن جد عم تحكي؟ اي جد طبعا. حاجة لازم ننسى كل شيء. يلا نرجع البيت. اي الجهاز فيه كتير ضجي، حاولي لا تتحركي ابدا. طيب رح نبلش تصوير، لا تتحركي. شو بدنا نعمل إذا طلعت النتيجة سيئة؟ عيد الشر عنك. وإذا سيئة؟ يا سبحان الله، شو قصتك يا ناهدة؟ يعني حابة تجننيني وطيري عقلي؟ مرحبا. مرحبا. تعرف بابا؟ فتون طلعت شوفيرة وما بدها تدري. ايه منيح ما شاء الله. شو البنات ما جهزوا الصفرة؟ عم نستناكم. رح أقول لهم يجهزوها. أنتي روحي غيري ثيابك، أنا بقول لهم يجهزوها. نعمات، إذا بين معنا شيء منتصل فيكم. ماشي. والله هذا اللي كان ناقص، تجيبي لنا حرامية على البيت. وأنا من وين بدي أعرف إنها حرامية يا توفيق؟ مو أنت وافقت عليها لما شفتها؟ بس مو أنا يلي جبتها. بس هي كان معها شهادة خبرة بهالشي. هي الشهادة مزورة. كيف بدي أعرف إنها شهادة مزورة؟ ليش أنت ما تأكدت منها؟ ماني عارفاني شو قلك. بدل ما تحمد الله إنها ما ساوت شي للبنت، قاعد عم تصرخ علي. طمني شو صار معك؟ ما صار شي، عملته بالضبط. مرحبا. أنت بتعرفني حتى تسلم؟ وضروري أعرفك حتى أسلم عليكي. حابب ضيفك كاسوسكي طبعا اذا بتسمحي. وليش لا؟ بعد اذنك. مور استاذ. بدنا نينوسكي. تكرم. انت من هون؟ بس عايشه بلندن. والله زياره. زياره وتجاره. ويا تولاي. ما قلتي لي نازله بالاوتيل؟ وانت؟ وانا. Thank you.
ما في داعي تخافي من النتيجة شو ما كانت يا ناهدة. إن شاء الله بتطلع منيحة وبنرتاح من كل هالقصة، وبعدين بنطلع أنا وياكي شي سفرة ومنغير جو. مرحبا. منبلش؟ ايه. بالأول خد هالوراق، طلع عليهم. مستحيل. ناهدة خانو، بدون مقدمات يا ابني، اللي قديش بقي من عمري؟ كنان، انت خلصت وظائفك؟ لا لسه. لكن يلا طفي التلفزيون وقوم على الاكل. مظبوط، قدرنا نتجاوز المرحلة الأولى من الأزمة. ماما ليش كل المؤشرات بتقول إنه المرحلة الجاية رح تكون أصعب كتير، لهيك بدي أقولك إنه لسه بكير لحتى نرتاح. رح نستعرض بالتفصيل طريقتكم بتجاوز الأزمة، بس قبل هيك برأيك الحكومة أخذت الإجراءات الكافية؟ طبعا في إجراءات ضرورية والحكومة بتعرفها بس مترددة. نحن بحاجة لتغييرات جذرية تتطبق بسرعة، وغير هيك في مشكلة. لا غيرت التلفزيون، بدي اتفرج على بابا. قوم كول، يلا لسه عندك دراسة. عم قلك بدي اتفرج على بابا. قلتلك لا، ما عم تفهم؟ ما بدي، هاتي من ايديك. امشي قدامي كنان. ما بدي. كنان، انت ليه صاير ما عم تسمع كلمتي؟ انت ليش ما بدك تخليني اتفرج على بابا؟ كم مرة بدي فهمك ياها كنان؟ انا وهو انفصلنا، فهم بقى، انفصلنا. انور ما عاد ابوك. وانت ليش عملتي هيك؟ روحي، مو قدراني اقلك، انت صغير. انا صرت كبير وبفهم. ليش تركتي بابا؟ هو غلط معي كتير ومزعلني. كيف يعني؟ كنان الله يوفقك، بكفي. أنا ما قدرت أكون مبسوطة معه، عم تفهم؟ ما قدرت ارتاح. أنت بتحب تشوفني عم ابكي؟ آه؟ هلأ أنت ما بتزعل بتتضايق إذا شفتني كل يوم متضايقة؟ وليش ما عم نروح لعند تيتا وجده؟ وجدك كمان زعجني كتير. جدي؟ إيه. من زمان؟ لما كنت مريض. بس تيتا وجده بيعاملوني كتير منيح وبيحبوني كتير، ما هيك؟ كنان عمري، اسمعني منيح. بين الكبار بيصير مشاكل كتير، بيزعلوا وبيتضايقوا وأحيانا بيتخانقوا ويمكن ما بقى يشوفوا بعضهم. يعني انتي مزعوجة منه؟ وإذا شفتهم رح كون مزعوجة أكتر، مشان هيك ما بدي أشوف ستك وجدك. هلأ فهمت؟ اللي فهمت؟ فهمت. وما بقى نحكي بهالموضوع، ماشي؟ ماشي. هلا قوم على الاكل، يلا. شكرا لك انور بيك. العفو، انا اللي بشكرك. تعبتنا كثير حتى اقنعناك بالمشاركه. انا اسف فعلا، بس بتستاهل. انا ما بحب اطلع التلفزيون واعطي حكم ومواعظ، بس نحن عم نمر بمرحلة صعبة شوي، وهي الأزمة رح تأثر على الكل بالمنطقة. شكرا لحضورك، وإن شاء الله تكون راضيان عن البرنامج. بس صعبتوا الأسئلة شوي. وإنت كانت إجاباتك ممتازة، فريق العمل كان عم يتابعنا لحظة بلحظة. حابة أدعيك مرة تانية أنور بيك، مو دائما بلاقي رجل أعمال مثلك عنده هالرؤية. هلا خلصت، بس خايف الناس تتعود علي. بيكون منيح إذا تعودوا عليك. أنت خلصت شغلك ما هي؟ وين السيارة؟ ترجع بعد 10 دقائق. 10 دقائق؟ ما قلت جاهزة؟ تخيل سيارة واحدة لشي 10 موظفين. تفضلي، أنا بوصلك وين ما بدك.
لا شكرا، تجي السيارة بلا ما عزب. لا ما في عزاء، تفضلي، الطقس بارد كثير. روحي رح اشرح لك مرة تانية، انتبه. معك 4 تفاحات والاستاذ اعطاك 6 وقال لك تقاسمهم مع رفيقك اللي بتحبه كتير، شو بتعمل؟ انا ما رح اعطي تفاحاتي لحدا. كنان بلا مسخرة، يلا لازم تحل الوظيفة. بجمع 6 و4. كويس كتير، يلا. ومنا كمان ما رح شوفه؟ لا. عم كرم؟ لا. طيب وملك؟ خلصنا كتوب، شو بيساوي؟ زعلانة من كل الناس؟ يلا حبيبي لسه عندك وظائف كتير بدها حل. شغلكم بالتلفزيون صرنا أحسن بكتير من شغلنا، ما هيك؟ أكيد، ما في روتين وكل يوم في شي جديد. هذا غير النجومية والشهرة. ما رح أكذب وقول لا. فكرت إنك تشتغل بالسياسة شي؟ من وين طلعتينا بالقصة؟ عندك شخصية قوية وبتأثر بالناس. سياسة مقلية يا أمل خانو. ليش بقى؟ لما بتحكي بتترك أثر بكل اللي قدامك. شكراً لإلك، بس السياسة مجال معقد كتير بالنسبة لشخص مثلي. مع أنك ممكن تكون زعيم حزب ناجح. شكراً لأنك غيرت طريقك مشاني. العفو. أنت اليوم مرتبطة بشي موعد تاني؟ لا. لكان شو رأيك نقعد بشي محل نتعشى ونشرب لنا شي؟ ما عندي مانع. İçinde onlardan 8000'i için vasiyetlerini hazırladım. Şu halolfli? Hesabını yaparken muhtiram tabi. Mani am befem. Başka kaşık koleksiyonunun kime kalacağı. Teahhür el vakit. İzin mum tabi al film halina nam. Okey. بدك ترجع عالشغل بالشركة؟ بلكي أنا كمان وقتها برجع لطبيعتي. كل شيء ضاع يا منى، ما بعرف إذا كان فيني أرجع عالشركة مرة تانية، مع إني والله كتير مشتاق للشغل. أنا بقصد نرجع مثل الأول يا كرم. حبيبي أنا تعبان منى، بدك تنام؟ تصبحي على خير. منى أنا تعبان كثير، أعطيني شوية وقت. أصلاً أنا طول عمري عم بستناك.